السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتلبية لرغبة أحبابنا، فاسمحوا لي أن أخص بالتحية مربية الأجيال وصانعة الرجال التي تربعت طيلة القرون الماضية على عرش حيائها، تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها. فمرحبا مرحبا بك يا صاحبة النقاب والحجاب في عهد الغربة الثانية للإسلام، التي أخبر عنها النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فحياك الله يا صاحبة النقاب ويا صاحبة الحجاب، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقصت خطى حمالة الحطب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقصت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سبيلي من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ لمن غربي؟ أم أنا للإسلام والعرف؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ وما مكاني في دنيا تموج بنا، في موضع الرأس أم في موضع الذنب؟ هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب، فاستمسكي بعرى الإيمان واعتزي، وصابري واصبري لله واحتسبي. حياكم الله جميعا، وطبكم وطاب ممشاكم، وتبوأتم منزلا من الجنة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني وإياكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك مولاه وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، إننا الليلة على موعد مع هذه السلسلة المنهجية التي ابتدأناها مع حضراتكم في هذا المسجد الطيب المبارك، والتي عنونا لها بهذا العنوان
التربية لماذا؟ وهذا هو لقاؤنا الثالث. وأذكر أحبابي في عجالة سريعة بأهم عناصر اللقاءين الماضيين. أقول وبداية أعيرون القلوب والأسماع، فإن المحاضرات المنهجية تحتاج إلى حسن متابعة وشدة تركيز حتى لا يشتكي الأحبة بعد المحاضرة من صعوبة الطرح. أسأل الله سبحانه أن يذلل لي ولكم الصعاب، وأن يسر لي ولكم الأسباب، وأن يفتح علي وعليكم، إنه الفتاح الوهاب. أيها الحبيب الكريم، تكلمنا في المحاضرة الأولى عن أهم الأسباب التي دعتني لطرح هذا الموضوع الهام في هذه الأيام، ولخصت هذه الأسباب بالأسباب التالية. أولا، الصحوة الإسلامية المباركة، فإن هذه الصحوة في أمس الحاجة الآن إلى منهج تربوي أصيل يقود خطها ويصفف سيرها ومسراها، حتى لا تتعامل هذه الصحوة تعاملا خاطئا مع النصوص الخاصة أو العامة بوضعها في غير موضعها، او بالاستشهاد بها في غير محلها، او بدون تحقيق المناطات الخاصة او العامة التي لا بد منها للربط ربطا صحيحا دقيقا بين دلالات هذه النصوص وحركة الواقع. ان هذا المنهج التربوي هو الذي يحفظ الصحوة من الانسياح والذوبان في هذه المناهج المنحرفة، وهو الذي سيحفظ على الصحوة جهدها فلا يضيع جهدها سدى كما يضيع ماء الأمطار بين الوديان والشعاب. السبب الثاني هو الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية الدحيلة، لا سيما بعدما هزمت الأمة هزيمتها النفسية النكراء يوم أن تخلت عن أصل العز والشرف وراحت تحاكي أمم الشرق الملحد وأمم الغرب الكافر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الحالة تحتاج الآن إلى منهج تربوي أصيل مندفق من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وإنه قد آل الأوان ليتخلص واضع ومخطط المناهج التربوية لأبنائنا وبناتنا من عقدة النقص أمام هذه المناهج الغربية الدخيلة على عقيدتنا وإسلامنا وديننا. السبب الثالث من هذه الأسباب هو الانفصام بين المنهج المنير والواقع المرير، فإننا نرى الآن انفصاما نكدا بين منهجنا وواقعنا، وذكرنا بعض صور هذا الانفصام في جانب العقيدة، في جانب العبادة، في جانب التشريع، في جانب الاتباع، في جانب الأخلاق والمعاملات والسلوك، ولا يتسع الوقت لتكرار هذه النقاط في عجالة. ثم تحدثت في الشق الثاني من المحاضرات الأولى في هذا المكان عن المصادر التي يجب على الأمة الآن أن تستقي منها منهجها التربوي الأصيل، وقلت بأن هذه المصادر هي القرآن الكريم، فالقرآن هو كتاب التربية الأول ومصدر ومعين التربية الذي لا ينضب ولا ينتهي ولا يشق، ووجب على الأمة الآن أن ترجع إلى كتاب تربيتها الأول وإلى مصدر تربيتها الأول، إلى كتاب ربها جل وعلا وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وللقرآن الكريم أسلوبه التربوي الفذ الفريد الذي يخاطب أعماق أعماق الوجدان ويحرك العواطف السليمة ويخاطب القلوب الحية والعقول النيرة، ومن ثم لم يتنزل القرآن دفعة واحدة، بل نزل القرآن منجما مفرقا
بحسب الحوادث والأحداث ليربي الصحابة وليربي الدين القرآني الفريدة على هذه التربية وعلى أسس هذا المنهج التربوي حسب الحاجات ووفق المتغيرات. أما المصدر الثاني فهو السنة، وقلنا بأن الذي يريد أن يفصل السنة عن القرآن فهو مضيع للقرآن والسنة معا، وقد جمع النبي بين هذين الوحيين بحديثه الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه الشيخ الألباني أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم شيئين إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. وفي الحديث الذي رواه ابن حبان وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث المقدام بن معد يكرس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. فالسنة هي المصدر الثاني من مصادر التربية، ولا يجوز على الإطلاق أن نقتصر على القرآن دون السنة أبدا، فإن السنة هي البيان التوضيحي والعملي لقرآن ربنا جل وعلا. بل إن شخصية الحبيب صلى الله عليه وسلم بمفردها منهج تربوي متكامل. أما المصدر الثالث فهو منهج السلف، منهج سلف الأمة، لأن المنهج السلفي هو الذي يمثل التطبيق العملي للقرآن والسنة، وأكتفي بقولة عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمنقد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذه هي مصادر التربية أيها الأحباب. ثم تكلمت في محاضرة الجمعية الشرعية عن خصائص المنهج التربوي، تكلمت عن خصائص التربية وركزت الحديث في هذه الخصائص التالية. قلت إن أهم خصائص هذا المنهج التربوي هي: أولا، خاصية التكامل والشمول، ثانيا، التوازن والاعتدال، ثالثا، التميز والمفاصلة. وتكلمت في المحاضرة الماضية عن خاصية واحدة من هذه الخصائص ألا وهي التكامل والشمول، وقلت بأن التكامل والشمول صفة فريدة من صفات المنهج التربوي الإسلامي. لماذا؟ لأنه منهج رباني من عند الله لا من صنع البشر، إذ من المستحيل أن يصنع الإنسان لنفسه منهجا تربويا متكاملا شاملا، لأن الإنسان محدود من ناحية الزمان ومن ناحية المكان، ومحكوم بضعفه وجهله وشهواته ونزواته ورغباته. ومن ثم إذا تحدى الإنسان المنهج الرباني وانطلق مستكبرا مستعليا مغرورا ليضع لنفسه هو منهجا تربويا متكاملا شاملا زعما، يأتي هذا المنهج الإنساني الأرضي المنحرف قاصرا، فإن قدم حلا لجزء غفل عن حلول أخرى، وتراه في يقدم الحلول لصنف من الناس ولا يقدم الحل لصنف آخر، وتراه صالحا لمكان دون مكان ولزمان دون زمان. وهذه هي الحقيقة، وهذا هو الحق، وهذا هو العدل، لأنه لا يملك أن يضع المنهج التربوي المتكامل الذي يصف الحياة كلها إلى أن يرث الله الأرض من عليها إلا من خلق هذا الكون وهذا الإنسان الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قدم المنهج الإسلامي تكاملا وشمولا لجميع جزئيات الحياة، في كل جوانب الحياة قدم المنهج التربوي الإسلامي تصورا ناصعا لكل هذه الجزئيات، لأن الإسلام منهج حياة، عقيدة وعبادة، دين ودولة، سيف وقلم، دنيا وآخرة. وقلت بأنه يجب على الأمة الآن أن تأخذ هذا المنهج التربوي بكماله وشموله،
أما أن نأخذ ما استهلنا وأن ندع ما شئنا فهذه شنشنة قديمة خطيرة أنكرها الله على يهود. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وأقول بالإثم والله لقد وقع كثير من أبناء الأمة الآن فيما وقع فيه أبناء يهود. وذكرت مثالين، قلت بأننا نقرأ الآن بل بعد كل صلاة آية الكرسي في سورة البقرة لنتبرك بها، وفي نفس السورة نلتزم بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وفي نفس السورة نضيع قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. وقلت بأننا نلتزم بقول الله كتب عليكم الصيام ونضيع في نفس السورة قول الله جل وعلا كتب عليكم القتال، ونأخذ بقول الله في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. نأخذ بهذا الأمر الإلهي الكريم ونضيع في نفس السورة قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. فيا أيها الأحبة أقول إن المنهج التربوي الإسلامي قدم هذا المنهج المتكامل الشامل، ووجب علينا نحن المسلمين أن نأخذ هذا المنهج بتكامله وشموله، فلا نأخذ ما نشاء وندع ما نشاء. وهذا فعل اليهود، أسأل الله ألا نقع فيما وقع فيه اليهود وأن لا يجعل خاتمتنا فخاتمة يهود، إنه ولي ذلك مولاه. ونحن الليلة على موعد مع الخاصيتين الأخيرتين ألا وهما التوازن والاعتدال والتميز والمفاصلة، وأعيرون القلوب والأسماع لأنهي الحديث عن هاتين الخاص عن هاتين النقطتين إن شاء الله جل وعلا. التوازن والاعتدال خصيصة أخرى من خصائص المنهج التربوي الإسلامي، وظاهرة التوازن والاعتدال لا تقتصر على المنهج التربوي فحسب، كلا، بل انها ظاهرة في الكون كله الذي ابدعته يد الله فاتقنت فيه كل شيء. ليل ونهار، توازن واعتدال، نور وظلمة، حرارة وبرودة، صيف وشتاء، ماء ويابس، توازن واعتدال. ان كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البشر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البشر كرتين ينقلب إليك البشر خاشئا وهو حسير. واقرأ قول الله جل وعلا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل أحدب وتربيع أول وتربيع ثاني وهلال وبدر لقيه والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرفون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لا يحيد شيء من هذه المخلوقات عن مداره او عن حده الذي حده له خالقه جل وعلا. توازن وتناسق واعتدال ليس في المنهج التربوي الاسلامي فحسب بل في الكون كله، لان الذي قنن وشرع المنهج هو الذي خلق الكون وخلق الانسان الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا هذه نقطة أولى مهمة جدا. أقول ظاهرة التوازن والاعتدال لا تقتصر على منهجنا التربوي كلا، وإنما هي ظاهرة للكون كله، لأن الذي خلق الكون وقنن المنهج هو الواحد جل وعلا. التوازن والاعتدال خاصية بارزة في المنهج التربوي الإسلامي. لا يستطيع على الإطلاق يا أحبابي منهج تربوي أرضي
أن يضع منهجا متوازنا معتدلا أبدا يجمع بين الروح والمادة وبين الثبات والتغير وبين الفردية والجماعية وبين النظرة إلى الواقع والنظرة إلى الغيب. لا يمكن على الإطلاق أن يقدم منهج تربوي أرضي هذا التوازن والاعتدال بين كل هذه الخصائص والصفات والأركان أبدا. فإن قدم المنهج الأرضي جانبا فرط في جانب آخر، وإن اهتم بجانب نسي جوانب أخرى. فنرى مثلا جانبا من هذه المناهج الأرضية يهتم بالروح فقط، فيغذي الروح ويركز على غذاء الروح إلى أن يصبح الإنسان كائنا مسلولا عن كل ما يمد إلى هذه الحياة بصلة. ونرى جانبا تربويا آخر من المناهج الأرضية المنحرفة يركز على جانب العقل، فينفخ العقل ويشبع العقل ويضع العقل فوق طاقته وقدراته وإمكانياته ومكانته التي ينبغي أن تكون، إلى أن يصبح الإنسان كائنا مغرورا ينظر إلى هذا الكون كله من خلال هذا العقل الخاص. ونرى منهجا أرضيا منحرفا يركز على جانب البدن وفقط، يغذي البدن، يعطي البدن ما يشاء من مأكل ومشرب وملبس وشهوات وجنس إلى غير ذلك، إلى أن يصبح الإنسان بهيميا لا يعيش إلا من أجل شهواته ونزواته ورغباته، لا يفكر في آخرة ولا يهتم بموت ولا يفكر في غاية ولا يسعى لهدف، وإنما يعيش كالأنعام. وهذا الحكم ليس من عندي حتى لا أتهم بسوء الأدب والتطرف، وإنما هذا قول الله جل وعلا، حكم الله على هذا الصنف الفارغ الذي لا يعيش إلا لشهواته وإلا لنزواته وإلا لعرشه وإلا لكرشه وإلا لفرشه، لا يعيش إلا كما تعيش الأنعام. قال ربنا جل وعلا عن هذا الصنف: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. حكم الله أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أضل من الأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وهكذا أيها الأحباب، إذا قدم المنهج الأرضي علاجا لجانب قصرت الجوانب الأخرى. رأيت في أمريكا هذا الرجل الأمريكي الذي فجر الذرة وغاص في أعماق البحار وانطلق بعيدا بعيدا في اجواء الفضاء ونافح السحاب بعماراته وفنادقه المذهلة وحول العالم كله الى قرية صغيرة عن وشيم عن طريق هذه التقنية العلمية المذهلة في عالم الاتصالات والمواصلات. ومع هذا وبالرغم من كل هذا ركزوا على العقل تارة وركزوا على البدن تارة ونسى هؤلاء جانب الروح وجانب الأخلاق. فترى هذا الرجل يعيش كما تعيش البهائم، ترى الدعارة والرذيلة في كل مكان، ورب الكعبة في الشارع في الطيارة في السيارة في المطار في القطار في التلفاز في المجلة في الجريدة في كل مكان تراه يعيش كالبهيمة بالضبط في هذا الجانب. وإذا أردتم أن تتعرفوا على هذه الحقيقة فقرأوا إن شئتم آخر إحصائيات للجريمة بين هذا الشعب الذي وصل إلى ما وصل إليه في الجانب المادي العلمي المدهر، لتعلموا يقينا أن الحياة ليست كلها مادة، ولا يمكن لطائر على الإطلاق أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد، وإنما وإن حلق لفترة وإن طالت فحتما سيسقط منكسرا. إن الحياة روح ومادة، دنيا وآخرة. ثم جاء المنهج الإسلامي ليقدم التوازن والاعتدال في أجلى وأجل صور، توازن بين العقل والروح والجسم، توازن بين النظرة إلى الواقع والنظرة إلى الغيب، توازن بين الدين والدنيا، توازن بين رغبات الإنسان وأشواقه وما ينبغي عليه، توازن في كل أمور الحياة. لأن الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه ويعلم ما يفسده هو الذي وضع له المنهج، وهو الله رب العالمين. فجاء منهجنا التربوي الإسلامي متوازنا معتدلا في كل جزئيات وجوانب الحياة بلا استثناء،
نعم أيها الأحباب، وسأضرب لحضراتكم مثالين اثنين لهذا التوازن والاعتدال في جانبين فقط، في جانب التوازن والاعتدال بين الروح والمادة، أو بعبارة أخرى بين الدين والدنيا، ومثال آخر لتوازن المنهج في التشريع. المثال الأول التوازن والاعتدال في أو بين الروح والمادة أو بين الدنيا والآخرة. إن المتتبع لصفحات تاريخ بني الإنسان يرى جماعات وأفرادا قد ركزوا على إشباع الجانب المادي في الإنسان وعلى إشباع الجانب المادي في هذه الحياة. على مستوى الأمم والجماعات مثلا كلكم يعرف قصة عاد وخبر ثمود وحال يهود، وعلى مستوى الأفراد كلكم يعلم قصة صاحب الجنتين الذي دخل منتفخا بثروته، لأن التركيز على الجانب المادي فقط دون التركيز على الجانب الروحي يولد الترف. لا أعرف آخرة ولا أعرف ربا ولا أعرف دينا ولا أعرف موتا ولا أؤمن بعذاب قبر ولا بنعيم قبر، وإنما لا أؤمن إلا بالكرسي السائل ولا أؤمن إلا بالمنصب الثاني. إذا أتيت لتذكره بالله ولتذكره بالآخرة لن تجد أي تأثير لتفكيرك ولا لموعظتك، لأنه لا يعيش إلا لجانب واحد مات فيه جانب آخر منذ زمن، وأنت إذا ما ذكرت تريد أن تضرب على هذا الوتر الحساس لتذكر فيه الجانب الخير لله جل وعلا. فإذا عاش الإنسان للدنيا ولشهوات بدنه يورثه هذا العيش ترقا وغرورا وكبرا واستعلاء وظلما ومطرفا وبطشا. هذا صاحب الجنتين يدخل بهذه الروح المستعلية ليقول لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. روح الاستعلاء الغطرسة والغرور والكبر. وهذا هو على مستوى الأفراد أيضا طاووس الذي طغى على قومه وعلى أهله، وقد آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فبرغم ذلك نسي فضل الله عليه وعظمة الله عليه ونعم الله عليه، وظن أن هذا المال وأن هذا الخير إنما هو بإدارته وبعلمه وبعقله وبفكره وبصبيانه وبأولاده وبجنوده، ونسي أن الأمر كله لله. وقال بروح هذه الاستعلاء بروح الاستعلاء هذه إنما أوتيته على علم عندي. وهذا هو فرعون بنفس هذه الروح ما عاش إلا لهذا الجانب الدنيوي، ومن خلاله استعبد قومه ونظر إليهم نظرة المتأله عليهم وقال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، انظروا كيف يخرجون من هذا الجانب المادي إلى هذا الجانب الآخر، إلى أن يؤله الواحد منهم نفسه وأن يجعل هؤلاء عبيدا له. يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، والحمد لله أجراها الله من فوقه. وطبعا عارفين اللي حصل لقارون واللي حصل لفرعون واللي حصل لكل الفراعين، فإن هذه سنة كونية ثابتة. أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوق الدنيا بسقوطهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان. إذن إخوان التوازن والاعتدال سنت من الناس عاش وركز على الجانب المادي في الإنسان وعلى الجانب المادي في الحياة، وفي مقابله نرى صنفا آخر ركز على جانب الروح ونظر إلى الجانب المادي في الإنسان على أنه رجس، ونظر إلى هذا الجسد على أنه من الشيطان، ونظر إلى الجانب المادي في هذه الحياة الدنيا على أنها من المحرمات، فحرم على نفسه الطيبات وعاش الروح ليغذي الروح، ابتدع رهبانية ما كتبها الله عليه، وهؤلاء هم النصارى كما قال ربنا جل وعلا في القرآن. وبين هاتين النزعتين المتطرفتين
النظرة المادية والنظرة الروحانية، جاء الإسلام بتوازن واعتدال بين هاتين النزعتين وبين هاتين النظرتين. اسمع أيها الحديث، جاء الإسلام ليقول بأن هذا الإنسان خلق من طين وروح، ومن حكمة الله أن يخلق الله هذا الإنسان من هذين العنصرين، من الطين ومن الروح. فبعنصره الطيني إنما هو قادر على أن يسعى في هذه الأرض وعلى أن يعمرها وعلى أن يصلحها. أما إن كان فيه الجانب الروحي متيقظا أيضا فسيستغل هذه العمارة لطاعة الله وللقرب من مولاه جل وعلا. وقال سبحانه مبينا هذين أو هذا التركيب لقوله، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. جاء القرآن يقول بأن الإنسان من طين ومن روح، ومن حكمة الله أن يكون الإنسان كذلك. ثم جاء القرآن ليبين لنا أنه لا بد من العمل للدنيا في نفس الوقت لا بد من العمل للآخرة، وأن لا يبغى جانب على حساب جانب. اسمع معي إلى هذه الآيات التي هي العمدة في هذه الجزئية. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أي عجيب، إذا نودي للصلاة تعال، اترك التجارة واترك العمل واقفل المحل. إنما الآن نرى ممن يتسمون بالمسلمين يسمع النداء من الله جل وعلا حي على الصلاة حي على الفلاح، وتراه بمنتهى البجاعة ومنتهى اللا حياء وكأنه ما سمع شيئا، ولا مانع على الإطلاق أن يرفع صوته عليك بعد ذلك يقول إنني مسلم. يسمع النداء وهو مضيع لحق الله، وبرغم ذلك قد تراه يتبجح عليه إذا ما ذكرته وهو يقول الله وأنا أصلي ليه؟ أنا أقول له صلوا خلوا إيه؟ وأقول له صلوا حرميه. إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا نودي عليك للصلاة اترك العمل، اغلق المحل، اترك التجارة، اترك الأولاد، اترك الزراعة، اترك المنصب، انزل من على الكرسي وهيا لتضع أنفك وجبينك في التراب ذلا لخالقك جل وعلا. صاحب الفضل والنعم عليك. ورحم الله من قال: تأتي للصلاة في فطوره وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أتيتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء، وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أقلت ركوعها في الانحناء، وتعجل خوف تأخير بشغل وكأن الشغل أولى من لقاه، وإن كنت المجالس يوما أنسى قطعت الوقت من غير اكتفاء. أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. اترك عملك واترك تجارتك واترك أولادك واترك مكتبك واترك كرسيك، وإذا نودي عليك للصلاة فلبي أمر الله جل وعلا، وضع أنفك وجبينك على الأرض ذلا لخالقك ورازقك ومولاه سبحانه وتعالى. وإذا ما أديت الصلاة وأنهيت الصلاة وأديت حق الله جل وعلا انطلق، انطلق إلى عملك، إلى تجارتك، إلى أولادك، إلى مزرعتك، اسعى في الأرض وأكل من الحلال الطيب، لا يحرم الإسلام عليك هذا. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب إذا أنهيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
واسمع الى قول الله جل وعلا: وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. توازن عجيب بين الدين والدنيا. ولنا في رسولنا واستاذنا وقدوتنا المثل الاعلى والقدوه الطيبه، فهو الذي وازن بين الدين والدنيا وبين الروح والماده توازنا يتالق سموا وروعه وجلالا وكمالا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوه، جمع بين الدين والدنيا، بين الروح والماده، لم يغلب جانبا على حساب جانب، ولم يفرط في جانب على حساب جانب. كذا انظروا إليه صلى الله عليه وآله وسلم، بل من أعجب ما قرأته له صلى الله عليه وآله وسلم من دعاء في دعائه، كان يقول، والحديث في صحيح مسلم، كان الحبيب يدعو ربه جل وعلا ويقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. شوف المنهج النبوي في التوازن والاعتدال. اللهم اصلح لي ديني، هو الاصل، هو الاصل. لو ابتليت في دينك فهذه المصيبة بعينها، وان ابتليت في الدنيا فان الامر هين ان شاء الله جل وعلا. مصيبة الدين هي المصيبة، فإن من الله عليك بالإيمان والتوحيد والثقة به والتوكل عليه واليقين فيه والتفويض إليه والتوكل عليه والرجاء فيه، فاسجد لربك شكرا مهما كانت إلهك في الدنيا بعد ذلك، فغيرك يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. جئت بأنعم رجل، والحديث الصحيح، بأنعم رجل من أهل الدنيا ولكنه من أهل النار من آخر، كان منعما في الدنيا، ما وطئت رجله الارض اذا نزل من السيارة وضع له السجاد ليمشي عليه حتى لا تطأ قدمه الارض على الاطلاق. رجل منعم، ولكنه ما عرف الله وما عرف مولاه وما سجد لله، بل حارب الله وحارب رسول الله وصد عن سبيل الله. يؤتى هذا يوم القيامة ويغمسه الله غمسة واحدة في جهنم ويخرج يقول له: ها، هل رأيت نعيما قط؟ فاكر السلامكة؟ خلاص لسه كل شيء، الوقت بقى الشبه. أسأل الله أن يحفظنا وإياك. ها فاكر خلاص لسه كل شيء، لسه كل شيء. هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط، أنساه عذاب جهنم كل نعيم. ويؤتى بأبأس رجل، رجل فقير مسكين يدفع من أبواب، يحتقر منه ويسترق ويسخر به، وربما لا يشار إليه بالبنان، فهو من هو؟ هو الذي لا يملك مالا ولا يملك جاها ولا يملك كرسية ولا يملك منصبا، ولكنه عند ربه كريم. فالناس صنفان، كما روى الترمذي في سننه وسند الحديث حسن، قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. فالناس صنفان: رجل بر تقي كريم على الله، ورجل فاسق شقي هين على الله. ملوش قيمة، ربما تكون قيمة في الدنيا، لكن لا قيمة له عند الله جل وعلا، لأن الله لا ينظر إلى النياشين ولا إلى الرتب ولا إلى الكراسي ولا إلى المناصب ولا إلى الأموال، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. نعم، في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم مر عليه يوما رجل، فقال النبي لرجل جالس عنده، وفي رواية ابن حبان أن الرجل الذي كلمه النبي هو أبو ذر رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر: ايش رايك في هذا الرجل؟ رجل قباها كده وماشي يتبخطف، فبيقول له: ايش رايك في هذا الرجل؟ ما تقول في هذا؟ قال: رجل من اشراف الناس، حري ان خطب ان يخطب، وان نكح ان ينكح، وان شفع ان يشفع. حري ان خطب ان ينكح، وان شفع ان يشفع. سكت النبي عليه الصلاه والسلام،
بعد شوية مر عليه رجل فقير مسكين فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر إيش رأيك في هذا؟ قال والله رجل من فقراء المسلمين حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع مسكين ما حتى ما حصلش غرفة واحدة مش ثلاث غرف من راح يخطب مفيش ومن راح يشفع لا يؤذى له أتدرون ماذا قال الحبيب؟ قال عليه الصلاة والسلام والله إن هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فالقضية إخوان قضية إيه تقوى؟ إن أكرمكم عند الله أغناكم ما تعبون أغناكم أتقاكم إن الله عليم خبير. أنا الآن عشانكم أفهمين أنا بحاول أقرب من المحاضرة ببعض فتاكيت السكر عشان أصحيح وإلا دي مش المنهج بصدق. بس أعمل إيه؟ أنت عاوزين بقى ال أسأل الله أن يعلمنا وإياكم. أقول أيها الحبيب الكريم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يبين لنا هذا التوازن والاعتدال في أجل وأجل صور ويقول إيه؟ اللهم أصلح لي ديني الدين هو الأصل الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنيا في مثل أهل كل يعني في صنف من أحبابنا الدعاء إذا تكلم عن الدنيا يعقد الناس ويكرر الناس لعيشتهم ويكرر الناس لحياتهم ويكرر الناس في المال سبحان الله. يا أخي يا أخي الدنيا مصلى أنبياء الله الدنيا مكسر أولياء الله الدنيا مزرعة الهداة الخالدة الأبدية الباقية. هل أنتوا بتكرهوا نفس الدنيا ليه؟ احنا اللي بنركز عليه ان الدنيا ما تكسبناش وما تعطلناش عن الاخرة لكن اذا كانت الدنيا مزرعة للاخرة فشنو بركة بل هي الاصل. الدنيا مزرعة للاخرة اشتغل واسعى واجمع الناس والله حد يقول انا بحرم ركوب الشبح ولا كان اركب زي ما انت عارف بس اجمع من الحلال وادي حق الكبير المتعال. وإن كنت يعني برضو بقول لو أن في مسلم عنده ذرة غيرة وذرة إحسان ما يركبش سيارة منها مثلا 3 مليون جنيه كما سمعت مش كده برضو الشبح اثنين ما شاء الله فيه إذا أنت ركبها بقى طيب سيارة منها 2 مليون جنيه وإخوانه وأخواته يموتون من شدة الجوع ها يبقى ده نسأل الله السلام والعافية يعني برضو ما تاخدوهاش فتوى ما تاخدوهاش فتوى. المهم يا احبابي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري ودنياي التي فيها معاشي. يبقى الدنيا مزرعة للآخرة لكن اللي احنا بنحذر منه ايه؟ ألا تشغلك الدنيا عن الآخرة. لو شغلتك الدنيا عن الآخرة فهذه مصيبة هذه طامة. ليه؟ النهاردة تشوف صنف من الناس والله العظيم يخرج من قبل الفجر يركب السيارة القاهرة من القاهرة على طنطا طنطا على اسكندرية من اسكندرية على الفيوم من الفيوم على المنصورة تاني ويرجع للزوجة تاخر يلحقين اللقمة لما جيب لك تصلي لا لا والله ده ما صليتش النهاردة وبعدين ربنا غفور رحيم وبعدين مش هو السعي على رزق العيال برضو عبادة ها السعي على رزق عبادة. هنا بقى الطامة يا اخوان هذا الصنف يسعى في هذه الدنيا وافتح ويجري ولا خلاق له عند الله يوم القيامة. الله راح كل شيء وضاع كل شيء منه لأن الدنيا مزرعة للآخرة. نزرع الآن لتجني الثمار في دار القرار في دار الحيوان في يوم القيامة. يبقى الرسول يقول وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي الرزق وأصلح لي آخرتي الله التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل قلب هو الأصل بقى أن تكون الحياة زيادة لك في الخيرات وفي الطاعات وفي القربات وهذه بركة العمر يا أحبابي. بركة العمر أن يبارك الله في عمرك بالطاعة لأن رجل عمره 100 سنة وعمره غير مبارك ورجل عمره 50 سنة الشافعي يا أخي الشافعي مات في 53 سنة معاذ بن جبل إمام العلماء والحديث حسن إمام العلماء مات معاذ في 33 من عمره. أي عمر هذا أي برد بالله عليك يا راجل يا شباب الصحوة معاذ بن جبل هذا الشاب الذي قع
قال له النبي يوما عبارة والله كلما تذكرتها كاد حلقي أن يجد واقشعر بدني وقلبي ووقفت أمام هذا النشان وأمام هذه العبارة وقفة إجلال وإعجاز وإكبار. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ معاذ بن جبل في يوم الأنكرة من إيده ويقول له معاذ هنا عن رسول الله يقول له والله إني لأحبك. إيش هذا؟ ده النبي اللي بيقول مش معاذ اللي بيقول للنبي. الرسول بيقسم وبيقول لمعاذ هذا السبب الصغير يا معاذ والله إني لأحبك. ما هذا؟ كيف بلغ معاذ هذه المكانة ووصل إلى هذه المرتبة؟ وبالرغم من ذلك يتوفى معاذ في 33 من عمره. متى صفر على جبين الزمان وعلى صفحات الأيام هذا العز وهذا الشرف؟ متى؟ إنها بركة العمر. محمد صلى الله عليه وآله وسلم كم عاش وكم عمره في الدعوة إلى الله؟ سنوات لا تعد في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. ولكن رب أمة وأقام دولة أذلت الأكاشرة وأهانت القياصرة وغيرت مجرى التاريخ في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا. إنها بركة العمر. وما من موحد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا وهو في ميزان المصطفى يوم القيامة. وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من ترتاب هذا الدعاء القرآني الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شوف التوازن يا إخوان، توازن الاعتدال بين الروح والمادة، بين الدين والدنيا، بين الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذلك عاد النبي على هؤلاء الأخيار الذين جاءوا يوما يسألون عن عبادته فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها. والحديث رواه الشيخان من حديث أنس، جاء ثلاثة قرص إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا أصوم الدهر أبدا، وقال الآخر أما أنا أصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بالله عليكم، هل رأيتم توازنا واعتدالا كهذا التوازن وهذا الاعتدال؟ كلا. التوازن والاعتدال في أجمل صوره ومعانيه. ورب النبي الرعين الأول على هذه الأخلاق وعلى هذه المعاني، فانطلق الجيل القرآني الفريد يحول هذه المعاني إلى واقع عملي وإلى منهج متحرك مرئي ومسموع ومنظور. فترى الواحد منهم، انتبه، ترى الواحد منهم من هؤلاء الأخيار الأطهار إذا وقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة بين يدي الله جل وعلا وقف خاشعا خاضعا متبتلا إلى الله يعايش آيات القرآن ويستمع إلى آيات القرآن بقلبه وبعقله وبجوارحه. فإذا تلا النبي آيات الجنة أحس أحدهم أنه يرى الجنة ونعيمها، وإذا تلا النبي آيات الترهيب أحس أحدهم أنه يرى الجحيم أو النار والعياذ بالله ولهيبها. ووالله لولا جلال الصلاة لا انصرف أحدهم خوفا من هذه الآيات بما أنه يعايشها ويسمعها بقلبه وعقله ووجدانه وجوارحه. هذا الرجل هو نفسه البطل الذي يملك السيف في ساحة الورى وميدان البطولة والشرف ويبحث بين درك الدماء وأكوام الأسلاء عن الشهادة في سبيل الله. هو نفسه التاجر الصادق الأمين في متجره الذي يجد ويبيع ويشتري. هو نفسه الأب الحنون الرحيم الكريم الذي يلاعب أولاده. هو نفسه الزوج المتواضع الوفي لزوجته. الحمد لله
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، أقول وبهذا التوازن والاعتدال عاش أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا إذا ما وقفوا في العبادة وانشغلوا بها كانوا على يقين أنهم من قطعوا عن الأثر، وكانوا إذا انشغلوا بالدنيا وبالمتاجر والأعمال كانوا أيضا على يقين أنهم من انشغلوا عن الأثر، عاشوا بهذا التوازن والاعتدال في جانب الدنيا وجانب الآخرة، أعطوا الروح وأعطوا البدن. هذا التوازن والاعتدال سمة مميزة لهذا الدين، لا إفراط ولا تفريط، لا في جانب الروح ولا في جانب المادة، لا غلو ولا تقصير، وإنما توازن واعتدال. هذا في جانب الروح والمادة أو الدنيا والدين. أيضا بإيجاز أحدثكم عن التوازن والاعتدال في التشريع نفسه. فالمنهج التربوي الإسلامي إخواني منهج متوازن معتدل بين التحليل والتحريم، بين التحريم الذي أفرطت فيه اليهودية وبين الإباحة التي أفرطت فيها النصرانية. فاليهودية أفرطت بالتحريم كما قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، حرمت عليهم طيبات منهم. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم اذبحوا بقرة، ربنا تذبح بقرة صراحة شكلها ايه ولونها ايه واوصافها ايه وسنها ايه وبتاكل ايه فشددوا على انفسهم فشدد الله عليهم، فاسرفوا في التحريم فزاد عليهم ما حرم. ذات النصرانية افرطت في الاباحة واحلت اشياء حرمتها التوراة، مع ان الانجيل قد اقر بان المسيح عليه السلام ما جاء لينقض التوراه بل ليكملها وليتمها. فجاء الاسلام بمنهجه التربوي ليضع التوازن والاعتدال في الحل والحرم، وجعل هذا الحق لله وحده ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حق التحليل والتحريم ليس من حق احد، لا من حق فرد ولا من حق مجلس ولا من حق هيئة ولا من حق برلمان بل ولا من حق دولة، وإنما التحليل والتحريم حق لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا مانع أن يأتي ولي الأمر المسلم ليقنن أمورا من خلال هذه القواعد الكلية والأصول الشرعية من القرآن والسنة. ويتجلى التوازن والاعتدال في جانب التشريع لأن الله عز وجل ما أحل إلا الطيب النافع، وما حرم إلا الخبيث الضار، وما أمر عباده إلا بما هم قادرون على أدائه وفعله، مصداقا لقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى الأوامر والنواهي لنطاق المكلفين. خلي بالك إن الناس فهم الآية على عكس المراد. ما بتصليش ليه؟ إلا في أخلاه يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما بتزكيش ليه؟ إلا في أخلاه يكلف الله نفسا إلا وسعها. واللي يعز البيت يحرم عزانا، رواح إبليس ابن إبليس، وهكذا. زوجتك متبرجة ليه؟ يقول لك: والله لو يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. هنا بقى مفتي، في دي مفتي، سبحان الله، وهكذا. لا يا أخي الحبيب، لا، ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أن الله جل وعلا ما أمر بأمر وما نهى بنهي وما حد حدا إلا وهو في مقدور وطاقة المكلفين، لأنه جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويوضح هذا الحكم هذا الحديث الكريم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أصبحت عقيدة الولاء والبراء باهتة في القلوب، هذا مع حسن الظن، هذا مع إحسان الظن. فأنا الآن أعتقد أو أفترض أن عقيدة الولاء والبراء موجودة لكنها باهتة، لم يعد هناك تميز ولا مفاصلة. ف
فالتميز والمفاصلة من خصائص المنهج الإسلامي. المنهج التربوي الإسلامي يصيغ أو يصيغ المسلم صياغة عقدية عبادية تشريعية أخلاقية سلوكية لا يمكن على الإطلاق أن تلتقي مع أي منهج أرضي آخر. بل وعاد المسلم الأول بهذا المنهج التربوي بصفة التميز والمفاصلة حتى بين أظهر المشركين والمنافقين، في الثياب، في الكلام، في الطعام، في الشراب، في الكلام، في المعاملة، في الأخلاق، في السلوك، فضلا عن الاعتقاد والتعبد لله جل وعلا. المسلم متميز في كل شيء. نعم، يجب أن يعرف المسلم قدره، ويجب أن يعرف المسلم شأنه، فهو كريم عزيز بتوحيده واتباعه لله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مهان ذليل ان تخلى عن هذا المنهج الرباني القرآني النبوي. لا قيمة له، فإننا لا نفخر بأنفاق ولا بعصبيات ولا بقوميات ولا برايات ولا بمصالح ولا بمغامر، وإنما نردد مع سلمان أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتقروا بقيس أو تميم. فالمسلم عزيز بهذا المثل، ذليل إن ترك وقطع حبل هذا المثل. المنهج الإسلامي منهج متميز، منهج متفاصل، مفاصل أو مخالف لكل المناهج المحرفة المزورة، ويجب على المسلم أن يكون متميزا وأن يكون مباينا لكل هذه المناهج الأرضية المحرفة المزورة الكافرة التي تعادي منهج الله جل وعلا. وأختم بهذا المشهد، فإن الموضوع هذا موضوع طويل، وأقول هاجر النبي من مكة إلى المدينة. كلكم عارفين أنه كان مستضعفا وطردا من بيته ومن أهله ومن ماله وولده، وهجر إلى المدينة فآووه ونصروه رضوان الله عليه جميعا. لكن كان في المدينة رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. النبي عليه الصلاة والسلام راكب الحمار بتاعه في يوم وماشي، فمر على رأس النفاق هو والسلة بتاعته جالسين عند الجدار كده، فعفر الحمار اللي ركب النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء، فرأس النفاق قال إيه؟ قال غبر علينا ابن ابي كبشة، غبر علينا ابن ابي كبشة، واللفظ هنا للبزار. وقال الهيثمي رجاله ثقات، غبر علينا ابن ابي كبشة. انت عارفين ابو كبشة للامين؟ ابو كبشة زوج حليمة السعدية. شوف كيف ازاي ابو كبشة ده هو الرجل اللي هو كان متزوج لحليمة السعدية لأربعة النبي، فكأن عبد الله بن أبي سلول بيريد أن ينتقص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقلل من شأنه بقوله غبر علينا ابن أبي كبشة. وسمع عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول ابن رأس النفاق ده سمع الكلمة العظيمة التي قالها أبوه. تعرفين قال إيه النبي إخواني؟ صف التميز والمفاصلة العجيبة حتى مع أقرب الناس. يجب على المسلم أن يحقق هذا المنهج الآن، لا سيما ونحن نعيش زمانا قد اختلطت فيه الأوراق. ماذا قال عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول؟ قال يا رسول الله والله لو أمرتني لآتينك برأسي، بس أمرنا نبش، ولو كانت النهاردة كانوا سموه إرهابي على طول، والله لو أمرتني لآتينك برأسي. سبحان الله، انت عارفين النبي قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال له كلا، بل اذهب لبر ابيك ولحسن صحبتك صلى الله عليه وسلم. اي خلق يا اخوان! عبد الله بن عبد الله بن ابي سلول، هذا انظر الى هذا الموقف الذي تتجلى فيه اروع صور التميز والمفاصله حتى مع اقرب الناس اليه. قال راس النفاق لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، ويريد راس النفاق العزه لنفسه والذله لحبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. وجاء النبي عصام تعالى عبد الله انت سمعت ابوك قال ايه؟ قال له ماذا قال يا رسول الله؟ قال له قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. والقصه رواها الامام الطبري بسند صحيح. أتدرون ماذا قال عبد الله؟ قال صدق والله أبي يا رسول الله. قال صدق يا عبد الله. فقال والله أنت الأعز وهو الأذل يا رسول الله.
ولقد أتيت المدينة ولا يوجد بها من هو أضر بأبيه مني، أما وقد قال ما قال، فلتقمعن ما تقر به عينك يا رسول الله. وانطلق عبد الله بسيفه ووقف على باب المدينة، فلما جاء رأس النفاق وقف ابنه في وجهه وقال له ولده: والله لا يأويك ظلها ولا تبيتن الليلة فيها إلا بأمر من رسول الله لتعلم من الأعز ومن الأدنى. اي تميز يا اخوان، اي مفاصل، والله ما انت ميت الا الذي في الدار الا بامر من النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تبقى تعرف مين السليم ومين العدل. الرجل صار قتل وقال: يا من خسرت فوج ولدي يمنعني سيفي. وذهبوا الى نهر الرحمه وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم الى صاحب الخلق واخبروه، فأمرهم النبي أن يقول له فليأذن لأبيه. فلما جاءه الأمر من رسول الله نظر إلى والده وقال: أما وقد جاءك الإذن الآن فلتدخل لتعلم من العزيز ومن الذليل. أيها الأحبة، الموضوع طويل ومليء بقدر بعدنا عن هذا المنهج المنير. هذه بعض خصائص المنهج التربوي: التكامل والشمول والتوازن والاعتدال والتميز والمفاصلة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعودة إلى هذا المنهج الرباني الكريم، إلى كتاب ربنا وسنة نبينا لفهم سلفنا رضوان الله عليهم. وأسأل الله أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.